كانت خطواتنا ثابتة وراسخة، وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة. وعلى مدار سنوات مضت كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا في اجتيازها كانت أعظم. وكانت حملات التشكيك والتشويه ممنهجة ومكثفة، فكانت الإنجازات هي الرد عليها. كان الإرهاب الغاشم يسعى للنيل من عزيمتنا وإرادتنا، وكانت دماء المصريين وتضحياتهم هي الثمن المدفوع لتبقى مصرنا عزيزة وقادرة.